قالت تشانغ جيان تسونغ إن الوضع في هونغ كونغ تدهور بشكل حاد مؤخرا، حيث قامت عصابات الإجرام العنيف بإشعال النار في كل أنحاء المنطقة وعرقلة حركة المرور واحتلال حرم الجامعات ومهاجمة الجمهور بهدف تقويض نظام المنطقة والتأثير على الحياة الطبيعية للناس. وأكدت تشانغ مجددا على أن حكومة المنطقة الإدارية الخاصة لا تسمح لأي شخص بأن يهدد رفاهية المواطنين، لذا فإنها ستتخذ المزيد من التدابير والإجراءات الحاسمة للتعامل مع هذا الوضع. في مواجهة المزيد من التدهور الحاد في الوضع مؤخرا، ستتخذ حكومة المنطقة بتأكيد المزيد من التدابير والإجراءات الحاسمة لوقف العنف وإعادة المجتمع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن، وهذه هي أولويتنا القصوى. أضافت تشانغ أنه من أجل تعزيز التخطيط الشامل للعمل الحكومي فقد ترأس اجتماع فريق العمل المشترك بين الإدارات، بالإضافة إلى ذلك عينت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مجموعة من ضباط الخدمات الإصلاحية كضباط شرطة للمهمات الخاصة بموجب نظام الأمن العام في المدينة بهدف تعزيز قوة الشرطة. وكشف أنه من أجل الحد من العنف لا يستبعد أن يتم توسيع نطاق المهام والمسؤوليات لتشمل مشاركة قطاعات أخرى بما في ذلك الجمارك وخدمات الإطفاء وفرق خدمات الطيران ومكاتب الهجرة لدعم قوات الشرطة بشكل أكبر لوقف العنف، مؤكدا على أن حكومة المنطقة لن تتسامح مطلقا مع الأنشطة غير القانونية لموظفي الخدمة المدنية، وسيتم اعتقال ومحاسبة الموظفين المدنيين المشاركين في الأنشطة غير القانونية.